بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص أساليب تدريس العلوم، سنتحدث الآن عن موضوع أيضا متصل في الفيديو السابق، هو أهمية تحديد الأهداف، أهداف التربوي. يؤكد المختصون بالتربية العلمية وتدريس العلوم، تدريس علوم خاصة، أن أي تدريس ناجح لا بد أن يكون موجها نحو تحقيق أهداف تدريسية محددة ومقبولة. إذن محددة ومقبولة هي صفة للأهداف، لابد للأهداف أن تكون محددة ومقبولة، وبالتالي فإنه لابد للمعلم العلومي أن يكون واعيا كاملا لأهداف التدريس وغاياته. لماذا ندرس الدرس؟ وما الذي أتمنى أن أصل له من خلال التدريس، من خلال تدريس هذا الدرس؟ فما دامت العملية التدريسية تعنى بفكر المتعلم ووجدانه وأهدافه متصلة بهما، فلا بد من تحديد نوع الفكر والوجدان ومستواهما تحديدا واضحا وكافيا. من هنا تتضح ضرورة وضع الأهداف التدريسية وتحديدها تحديدا واضحا. وعليه فإن تحديد الأهداف يخدم الأغراض الآتية: أولا، خلال تحديد الأهداف يتم انتقاء النشاط التدريسي المناسب للطلاب. يعني ينتقى النشاط التدريسي المناسب الكونتنت للطلاب. يقصد النشاط التدريسي كل نشاط تعليمي أو تعلمي يقوم به معلم العلوم أو متعلم أو كلاهما معا بقصد تدريسي أو دراسة العلوم، سواء كان النشاط التعليمي داخل المدرسة أو خارجها، طالما أنه يتم تحت إشراف المؤسسة التربوية وتوجيه منها. ولهذا فإن اختيار أي نشاط تعليمي ما في تدريس العلوم يجب أن يكون في ضوء الأهداف. إذن نختار النشاط التدريسي تبعا للأهداف، هل هو يخدم أهدافنا أو لا التي يسعى إلى تحقيقها. وبالتالي فإن أحد العوامل الأساسية التي تلعب دورا مهما في اختيار النشاطات التعليمية المستخدمة في التدريس هو الهدف. إذن أنا أختار نشاطات تبع للهدف الذي أتمنى الوصول إليه هذا، واستخدم معلم العلوم في التربية العلمية وتدريس العلوم عددا من النشاطات التعليمية والخبرات التدريسية لتحقيق الأهداف التي يسعى إلى الوصول إليها. وتوقف اختيار النشاطات والخبرات التدريسية على قدرة المعلم العلومي على تحديد الأهداف. إذن تختار النشاطات تبعا على قدرة معلم العلوم. يعني النشاطات، يعني من الصعب أن تلزم المعلم أنت في نشاطات معينة. كل معلم له أسلوبه، قدرته، مدى استيعابه للمادة، مدى حبه لها، هل هو شغوف بها، فإنه سيكون له قدرة على ابتكار، قدرة على خلق فرصة تعليمية جيدة للطلاب عنده في الغرفة الصفية أو في المهرة. وعليه فإن معرفة معلم العلوم بالأهداف ترشده لاختيار النشاط التعليمي المناسب لتحقيق أهدافه. وبالتالي تعتبر من أهم المقومات الأساسية للتدريب الناجح. في هذا الصدد يفضل اختيار عدد من النشاطات التعليمية المتنوعة، وذلك لوجود فروق فردية. إذن لا بد من اختيار نشاطات تعليمية متنوعة، العلة وجود فروق فردية بين المتعلمين أنفسهم من جهة ومحدودية الانتباه عند الطلبة من جهة ثانية، وبخاصة في المرحلة التعليمية الابتدائية. باختصار ينصح معلم العلوم عند اختيار نشاطات مراعاة ما يلي: أولا، ضرورة تعدد النشاطات التعليمية وتنوعها، بمعنى أن يستخدم معلم العلوم عددا من النشاطات التعليمية لتحقيق أهداف تدريس العلوم، وذلك نظرا لصعوبة متابعة النشاط من قبل فئة معينة من الطلبة مهما كانت أهميته إلا لفترة محدودة. وجود فروق فردية بين الطلبة أنفسهم، وبالتالي يجد كل طالب من فرصته في استخدام النشاط التعليمي الذي يمكنه من استيعاب ما يدرسه. يعني أنا سأتحدث عن تجربتي الشخصية. أنا فيما أقوم في تدريسه في مادة الفيزياء المستويين التاسع والعاشر، أنا يعني أشرح الدرس في أسلوب نظري مثلا، وأحاول أن يعني مختبر الفيرتشوال المختبر النظري برامج المحاكاة، أيضا هذا الأسلوب أسلوب من الأساليب، وأيضا طرحت فيديوهات أخرى أحل بها الأسئلة. يعني أحاول أن أنوع في وسائل التعليم: شرح مباشر، برامج محاكاة قريبة جدا للواقع، ومن ثم حل الأسئلة. هذه ثلاث أساليب تعليمية في العصر الحديث. لا بد من تعدد النشاطات التعليمية
حتى يعد الطالب، حتى يعني تستهدف أكبر فئة ممكنة من الطلاب. بعض الطلاب يحب السمع، بعض الطلاب يحب أن تحل الأسئلة مباشرة، بعض الطلاب يحب أن يرى التجربة أمامه مباشرة يتذكر. لابد من التنوع حتى تستهدف أكبر فئة ممكنة من الطلاب. المطلوب أو الباء أن تكون النشاطات التعليمية واقعية. واقعية النشاطات التعليمية يعني ضمن قدرات المدرسة. يعني أنت مثلا لا تقول لي مثلا بأنك تريد أن تجري تجربة مثلا في المدرسة لاختبار مادة شبه موصلة مدى امتصاصها للإلكترونات، فأنت يعني من الصعب جدا أن تجلب هذه الأدوات إلى المدرسة لأنها مكلفة جدا وتحتاج إلى احترافية شديدة من قبل العاملين بها. إذا لابد من واقعية النشاطات التعليمية وأن تكون ضمن قدرات المؤسسة التعليمية. ارتباطها بأهداف الدرس، لا تكون النشاطات اختيار فقط من أجل النشاط، لا بد أن تحقق وأن تخدم أهداف الدرس الذي يعطى حتى أحس بأن الطالب جاهز لاستيعاب المادة العلمية وبأن هذا النشاط سيزيد أو سيعمق من فكره أو سيعمق من فهمه لهذه المادة، ولا سيكون النشاط مفرغا من محتوى. الابتعاد عن الشكلية في اختيار النشاطات التعليمية والتوظيف، يعني أنا لا يهمني أن يكون شكل التجربة رائعا، يهمني هل فعلا هذه التجربة مفيدة للدرس؟ يعني لا يهمني أنا مدى جمال التجربة حتى ولو كانت مهمة جدا، لكنها لا ترتبط في الدرس، إذا أنا أضيع وقتي وأضيع وقت الطلاب في هذه الحالة. إذا أيضا عندي أيضا الأهداف التي تخدمها أيضا أهمية تحديد الأهداف هي اختيار طريقة التدريس المناسبة. طبعا احنا قلنا أن تحديد الأهداف تخدم أول الغرض انتقاء النشاط التدريسي، وأيضا اختيار طريقة التدريس. على الرغم أنه لا توجد طريقة تدريسية واحدة مثلى تفيد في المواقف التعليمية، لا يوجد طريقة واحدة جميعها، إلا أن معرفة معلم العلوم بالهدف التدريسي سوف يعينه بدون شك على اختيار الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك الهدف. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة، فطريقة المحاضرة لا تجدي كثيرا في تحقيق مثل هذا الهدف، لأنها طريقة تبعث على الملل. ولكي يكون معلم العلوم أكثر قدرة على تحقيق الأهداف لدرسه أو وحدته، لا بد أن يعرف الهدف أو الأهداف المحددة التي يسعى تحقيقها ويسأل نفسه عن ما هي. إذا يعني لا يعني قدر الإمكان يحاول المعلم أن يبتعد عن طريقة المحاضرة في المراحل الدراسية المدرسية قدر الإمكان. طريقة المحاضرة طريقة مملة وطريقة تفرض بأن الطلاب يفهمون كل ما يقول المعلم بشكل مباشر، وتفرض بأن الطلاب ذو خبرة علمية سابقة، وهذا الكلام ليس موجود في المراحل المدرسية، ربما يكون موجودا في المراحل الجامعية لكن المرحلة المدرسية لا يكون موجودا. إذا لا بد من أن أعمل نشاطات تسهم. مثلا لو أردت تنمية التفكير العلمي، ممكن أن أرى الطلاب فيديو على الإنترنت، أو أن أرى الطلاب برنامج محاكاة حتى أسهم في زيادة أو تعميق الفكر العلمي لدى الطلاب. إذا لابد المعلم أن يسأل نفسه الأسئلة الآتية: ما الطريقة المناسبة لتحقيق أهداف الدرس؟ لو كان هو المتعلم، كيف يعتقد بأنه يود أن يطرح له الدرس؟ ما الوسيلة التي تساعد على تحقيق الأهداف؟ أجري تجربة، أحل الأسئلة مباشرة، أتكلم مباشرة. ما الوسيلة التي يمكن تساعد في تحقيق الأهداف؟ ورقة عمل، الكتاب المدرسي. نبدأ التفاعل بين الطريقة والأسلوب خلال الدرس، كيف يتفاعلان بعضهما البعض؟ هل فتحت أبواب مناقشة؟ هل أحسست أن الطلاب تفاعلوا معي؟ زاد حماسهم نحو هذه المادة العلمية الجديدة؟ هل أحسست بأنني أوصلت المعلومة بطريقة أسهل وأسلس إلى أدمغة الطلاب؟ هذه أيضا من الأساليب، أو هذه من أساليب اختيار طريقة التدريس. يتبقى عندنا أخيرا تقويم عملية التدريس evaluation.
إذا كان الهدف الرئيسي من التعليم هو تعديل سلوك الطلبة والمتعلمين وتحقيق الأهداف السلوكية المتوقعة، فإنهم ينظروا للتقويم بين عملية تقرير مدى تحقيق تلك الأهداف. فعليه إن كانت هذه وظيفة التقويم الأساسية، فلا بد أن يكون هناك أساس تبنى عليه الأحكام. وهذا الأساس والمعيار السير للحكومة هو الأهداف المحددة التي ترشدنا. ومعلم العلوم إلى ماذا ترشدنا؟ إلى ماذا نقوم؟ وما الوسائل والأدوات التي تصلح لتقويم مدى تحقق الأهداف؟ ما هي الوسائل؟ طبعاً الوسائل يعني نهاية يبدأ من تقويم عملية التدريس. هل أنا حققت أهدافي أم لا؟ هل أنا أحسست أو شعرت أو وصلني بأن الطلاب فهم المادة؟ لا بد من معايير تقوم الأهداف، سندرسها في الفيديو القادم. أشكر لكم حسن استماعكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك والاشتراك في القناة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.